شباب عروس الوادي وأيقونة التاريخ، مانهاتن الصحراء عانقت شموخ الجنوب فكانت قبلة السياح ومحط رحال الزائرين، يممها القادمون بهوية الوطن ودخلها العابرون بجوازات سفر مختلفة. حملت وثيقة حضارية وتعريفية تتحدث عن الإنسان عبر حقب تقادمت، مختومة بختم معماري ظل عصيا على عاديات الزمن. إنها المدينة المسورة سامها الغزاة والعابثون، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. تمخرها اليوم سوسة التخريب الإخواني لتقتلها أو تثبتها، ويمكرون بها بالليل والنهار، فتارة ينتهجون القتل على طريقة الهوليوود، وتارة ينتهجون الوقيعة بين مكونات أبنائها، وتارة يلتحفون الصفة الرسمية ليدخلوا من باب الأمن وهم نفسهم مبعث الخطر. إنه التناقض الإخواني المألوف والمكشوف، فالغريب الذي يبحث عن المنافع يظهر بدور الحارس ويتهم أبناء المنطقة بالتخريب، وهو ادعاء لا يستقيم بالمنطق البسيط، فالبيت لا يحرسه إلا راعيه. فما هي دوافع تحركات وزير الداخلية في المنطقة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت عدن. يتظاهر أبناء محافظة حضرموت ينادون برحيل المنطقة العسكرية الأولى، فيعود وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان سريعا إلى سيئون في مهمة إخماد الغضب الشعبي الذي أخذ يتصاعد. هنا في سيئون تحرك حيدان كثيرا يخلق الانقسامات في الشارع الحضرمي ويتخذ قرارات رفعت منسوب الغضب الشعبي في المدينة. يتهم قائد الهبة الحضرمية الشيخ حسن الجابري وزير الداخلية بتنفيذ خطوات لا تصب في مصلحة المحافظة، يقول إن لواء حيدان أوقف دفعة كلية الشرطة بساحل حضرموت وجند أكثر من 3000 في مناطق الوادي وفق معايير حزبية. بحسب قائد الهبة الحضرمية تم التجنيد وفق آلية غير واضحة ومفهومة، وليست كما يريدها أبناء حضرموت حسب توجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بتجنيد 3000 مقاتل من أبناء الوادي. يؤكد الشارع الحضرمي أن هذه الإجراءات هي محاولة للقفز على المطالب الواضحة لأبناء المحافظة وخلق الانقسامات بينهم، هدف بدا أن قيادة الهبة الحضرمية مدركة له، فدعت وزير الداخلية إلى التراجع عن خطواته المساهمة في زعزعة الأمن والاستقرار أو الرحيل من المحافظة بصورة عاجلة. لا تغفل قيادة الهبة الحضرمية حجم المخاطر التي تحدق بالشارع الحضرمي وفي المقدمة ضرب تماسك أبناء المحافظة، وتؤكد أن وزير الداخلية أخلى بكافة تعهداته أمام لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام والتزامه بأن التجنيد سيكون من كافة أبناء حضرموت قاطبة، وتتمسك بعدم التنازل عن أهداف الهبة الحضرمية حتى لا تتضرر مصلحة المحافظة. إذن مشاهدينا، نتحدث في الجزء الأول من هذه الحلقة عن تحركات وزير الداخلية إبراهيم حيدان في حضرموت مؤخرا. حول هذا الموضوع معي من عدن صالح أبو عوذل، وهو رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن، ومن المنتظر أن ينضم إلينا ضيوف آخرون. مساء الخير سيد صالح. إذن هناك تحركات مؤخرا لوزير الداخلية إبراهيم حيدان، كانت هناك إيقاف لدفعة من كلية الشرطة بساحل حضرموت، أيضا مسألة تجنيد أكثر من 3000 في وادي حضرموت. يعني هذه التحركات أنت شخصيا من أي زاوية تقرأها؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. بكل تأكيد التحركات الأخيرة في حضرموت في الوادي تحديدا من قبل وزير الداخلية في حكومة المناصفة، تحركات تأتي تنفيذا لأجندة حزب الإصلاح الإخواني، شاهدنا خلال الأسبوع الماضي وتناولنا بشكل مفصل هذا الموضوع. عملية التجنيد هناك تم الدفع ب
من قبل حزب الإصلاح بشخصية من قائد الشرطة العسكرية في مدينة تعز. هو الشرطة العسكرية تابعة للجيش، تم الدفع به إلى حضرموت للإشراف على عملية تجنيد عناصر ليسوا من أبناء حضرموت، يعني أكثرهم هم شماليون تم جلبهم لتجنيدهم في الوادي. وطبعا الوزير خلال الأسبوع أو الأسابيع الماضية عاد إلى عدن، فر من وادي حضرموت إلى عدن نتيجة لخلافات مع قيادة التنظيم خاصة المتواجدون في تركيا. وهذه المعلومات وصلتنا من مصادر في وزارة الداخلية، هناك مصادر وضباط شرفاء في الداخلية تحدثوا عن هذا الموضوع بأنه الوزير أصبح ينفذ الأجندة أجندة التنظيم اليمني. وهناك أيضا خلافات نشبت بين الوزير وقادة التنظيم، لكنه سرعان ما رضخ لهذه، بعد تعهد بأنه سيمنح بعض الامتيازات لكنه مرة أخرى عاد إلى عدن. ما يقوم به وزير الداخلية في حضرموت يعني، لكن ما شكل هذه الخلافات التي تقول بأن بسببها فر الوزير من حضرموت إلى عدن؟ ما سبب هذه الخلافات ومع من كانت هذه الخلافات تحديدا بحسب مصادركم؟ هو عملية بعد هروب وزير الداخلية من عدن إلى السيئون فرضت عليه قيادة التنظيم أنه يتم هيكلة وزارة الداخلية وإبعاد كل المسؤولين والضباط الذين أسسوا وزارة الداخلية من الصفر في عدن، وهم ضباط معروفون ويعرفهم الجميع. وهؤلاء الضباط تم إقصائهم وتم استبدالهم بشخصيات مدنية من التنظيم. للأسف الشديد أنه الوزير تعرض لضغوط من التنظيم بفرض شخصيات أيضا وعزل منهم مقربين منه بشكل وثيق جدا، وتم عزلهم، ولذلك احتج الوزير على بعض الأسماء بعض الشخصيات المقربين منه. ولكن للأسف الشديد أنه تم تعيين نواب لهذه الشخصيات المحسوبة على الوزير وتم إقصائهم وإبعادهم من عمل الوزارة، وهم اليوم بعضهم متواجدون في عدن وبعضهم متواجدون في القاهرة. وأصبحت وزارة الداخلية في وادي حضرموت تدار من قبل التنظيم الدولي، من قبل شخصيات مدنية. هناك أيضا قيادات، وإحنا نشرنا عليه بشكل مفصل هذا الموضوع، قيادات في تنظيم القاعدة، هناك شخصية في تنظيم القاعدة شخصية بارزة تم تعيينها، تعيين هذه الشخصية من قبل وزير الداخلية لمدير أمن شرطة أو لمدير شرطة وادي وصحراء حضرموت، وهي شخصية معروفة مرتبطة بتنظيم القاعدة بشكل وثيق، وأيضا لها تصريحات أيضا داعمة للحوثيين ومناهضة للتحالف العربي، وتصريحات موجودة على وسائل الإعلام وبالإمكان العودة إليها. وأيضا هناك الشخصيات كما حدثت لك أنه هناك شخصية وقيادي في تنظيم الإخوان اسمه الخولاني، كان قائدا عينه الحشد الشعبي قائدا للشرطة العسكرية في تعز، تم الدفع بهذا إلى وادي حضرموت للإشراف على تجنيد 3000 مسلح. وهم هناك أيضا هذا التجنيد هدفه الاستعداد لمواجهة أبناء حضرموت، خاصة أنه في ظل استمرار الهبة الشعبية وأيضا الإصرار أبناء حضرموت على إخراج هذه القوات. بالتالي اليوم التنظيم الإخواني استخدم وزير الداخلية ويستعد من خلال هذا المنصب، منصب وزير الداخلية، لمواجهة أبناء حضرموت في أرضهم. لكن هذا التجنيد الذي تحدثت عنه 3000 مقاتل من أبناء وادي وصحراء حضرموت، كما تقول وزارة الداخلية تقول إن هذا التجنيد يعني جاء بهدف تعزيز الأمن في حضرموت، أليس الأمر كذلك؟ هو وادي حضرموت يختلف اختلافا عن بقية المناطق. هناك في كل اليمن، في الجنوب، في اليمن بشكل عام حصل انهيار في المنظومة الأمنية، لم يتبقى إلا وادي حضرموت، حيث حافظت القوات العسكرية التابعة للجنرال علي محسن الأحمر التي تم تحييدها من عاصفة الحزم من استهدافها، وظلت هذه القوات محافظة على أسلحتها، محافظة على قوتها العسكرية بشكل كامل. لكن للأسف الشديد أنه بعد سقوط ساحل حضرموت بيد تنظيم القاعدة، فرت عناصر من القاعدة للوادي ونفذت العديد من العمليات الاغتيالات وعمليات القتل، واستهدفوا أبناء حضرموت بشكل كبير جدا. لكن عملية التجنيد هم ليسوا من أبناء حضرموت على الإطلاق، يعني بالإمكان أنه على وزارة الداخلية أن تظهر أسماء من سيتم تجنيدهم من
الهندسية تم تجريدهم أعضاء وعناصر في تنظيم القادة، عناصر أيضا مرتبطين بشكل أو بعضهم تم جلبهم من محافظات الشمال، خاصة من محافظات عمران، من محافظات من كل المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بالتالي هذه التجنيد وهذه العملية التي يقوم بها وزير الداخلية والتي يدشنها وزير الداخلية أيضا، هذه العملية أيضا هي استعدادا لمواجهة أبناء حضرموت، خاصة في ظل الأسرار الشديد من أبناء حضرموت بشكل عام، الساحل والوادي والصحراء، على ضرورة إخراج هذه القوات التي تم تحييدها. لكن إذا جينا نتحدث عن تعزيز الأمن، أين تعزيز الأمن وهذه القوات لم تتعرض لأي قصف جوي، لم تتعرض لأي عمليات عسكرية، لم تخوض أي حرب حقيقية، وبالتالي هي قوات ضخمة جدا، لكن مع ذلك عمليات القتل مستمرة بشكل يومي في وادي حضرموت، في سيئون يتم استهداف أبناء حضرموت، تم استهداف أيضا مدنيين لمجرد أن لهم مواقف من تنظيم الإخوان، أيضا تم استهداف ضباط، الكثير من الضباط الداخلية تحدثت مع بعضهم الأسبوع الماضي أكدوا على أنه لا يستطيعون الذهاب إلى وادي حضرموت، بعضهم من أبناء الوادي لا يستطيعون الذهاب إلى الوادي حتى لا يتم استهدافهم أو خشية يتم استهدافهم. بالتالي ما يحصل في وادي حضرموت هي جرائم بشعة ترتكب لما بحق أبناء حضرموت، واليوم يتحدث على تجنيد، لكن هل تستطيع وزارة الداخلية أو وزير الداخلية شخصيا أن يستطيع أن يظهر لنا كشف بأسماء 3000 مسلح سيتم دمجهم في الداخلية، وهم ليسوا من أبناء الجنوب ولا من أبناء حضرموت، ربما هناك بعض الأسماء لكن الأكثرية هم من أبناء الشمال. المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت لا يوجد فيها أي قائد حضرمي، كلهم من خارج الجنوب، من خارج هناك المتحكم الرئيس في هذه القوات هو أبو عوجة، وهو من يدير العملية ويدير هذه القوات العسكرية التي نفذت أيضا والتي شاركت أيضا في القتال إلى جانب ميليشيات الإخوان في خلال اجتياح شبوة، خلال اجتياح أبين، ومحاولة الوصول إلى عدن في العامين وثلاثة الأعوام الماضية. ما يحصل في حضرموت هي استعداد لحرب يتم التحضير لها باسم الداخلية، باسم الحكومة، استعداد لحرب. يعني هذا الموضوع تحديدا الذي كنت أود أن أسألك عنه، يعني أنت ذكرت بأن هناك قيادات من ضمنها الخولاني الذي ذكرته اتجهت من تعز أو تم الزج بها من قبل تنظيم الأخوان من تعز إلى وادي حضرموت، هذه القوات يعني أو القيادات جاءت لتكوين قوات معينة. الآن أود أن أسألك، ما هو المخطط هنا؟ ما هو الهدف؟ لأن البعض حتى بات يتحدث عن ربما مواجهة مرتقبة مع القوات التي توجد في الساحل، والحديث هنا عن النخبة الحضرمية. ما هو المخطط الذي جاء بقيادات من تعز إلى وادي حضرموت؟ هو أنا كما أسلفت لك، هو هناك مخطط للمواجهة، المواجهة مع أبناء حضرموت، خاصة في ظل وجود رفض شعبي متصاعد في الوادي. الخولاني وأيضا محمد سالم بن عبود الشريف، هو أيضا وكيل وزارة الداخلية وأيضا إخواني، سلم بلدة حريب اليمنية للحوثيين، والذي كان يتواجد قبل وصول الحوثيين العام الماضي إلى هذه البلدة وهرب إلى وادي حضرموت، هو الآن متواجد في وادي حضرموت، هو من يشرف على عملية التجنيد. يعني أنا أعود وأكد أنه ما يحصل في وادي حضرموت هو استعداد لمعركة مرتقبة مع أبناء حضرموت، مع القبائل. الإخوان يستعدون من خلال هذه الشخصيات. أنا أتحدث الآن عن الخولاني. الخولاني هذا هو قائد في الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هذا تشكيلات عسكرية يفترض أنها جيش وقوات مسلحة، يتم اليوم تعيينه في وادي حضرموت كقائد في قوات الأمن الخاصة، قوات الشرطة. يعني انتقل من الدفاع إلى الداخلية، وكله بتوجهات التنظيم. يعني حتى اليوم أنه الطريف في الأمر أنه أحد ضباط الداخلية الذين تركوا العمل في الوزارة، وكان مؤسس للوزارة في عدن بعد انهيارها بعد انقلاب الحوثيين في صنعاء، هذا الضابط تحدث لي بأنه قال أنه تم تشكيل مجلس تأديبي، وهذا المجلس التأديبي يديره ويشرف عليه بن عبود الشريف، وهذا أيضا شقيق رئيس حزب الإصلاح في محافظة مأرب، وأيضا له مقربة أيضا بقائد حزب الإصلاح في محافظة شبوة، وجميعهم من منطقة حريب في مأرب. هذا الضابط أسس مجلس
تأديبي، وهو هذا المجلس التأديبي هدفه فصل أو عزل أو اعتقال أو إقصاء أو فصل الضباط الذين لا يأتمرون لي أو الذين لا ينفذون سياسة التنظيم. وهذا المجلس التشريعي دشنا وزير الداخلية قبل يومين أو قبل 3 أيام وبشكل رسمي، وهذا المجلس التأديبي هو هدفه كما فهمتنا من أيضا من مصادري في وزارة الداخلية وهي مصادر عديدة أكدوا بأن هذا المجلس التأديبي هو هدفه إبعاد كل من لا ينتمي لتنظيم الإخوان. بالتالي الوزير الداخلية أنا أعتقد أنه هذا حتى يعني مشكلة تلحق بالحكومة، بحكومة المناصفة، أنه الوزير الذي يفترض أنه كان يتواجد في وزارة الداخلية في عدن على اعتبار أن عدن عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية، للحكومة الشرعية، وهو يذهب إلى وادي حضرموت وهناك يتم تأسيس وزارة داخلية بديلة، تم إقصاء من أسس الوزارة في عدن كما أسلفت لك، تشكيل أيضا مجلس تأديبي هدفه إبعاد من أي ضابط سيرفض تنفيذ أجندة هذا التنظيم سيتم فصله من قبل هذا المجلس التأديبي الذي يشرف عليه أو يرأسه بن عبود الشريف. طيب أنت يعني أنت تحدثت عن هذه القيادات، الخولاني مثلا الذي كان موجودا في تعز كما قلت هو أحد قيادات ما يسمى بالحشد الشعبي، يعني كان موجودا في تعز وكان معروف التماهي مع الحوثيين في هذه المحافظة. أيضا تحدثت عن هذا القيادي بن عبود الشريف الذي كان مشرفا على حريب وسلمها للحوثيين، حريب في مأرب العام الماضي. طيب وجود مثل هذه القيادات المعروفة بتماهيها مع الحوثيين في وادي حضرموت، هل أيضا يضع حضرموت أو وادي حضرموت تحديدا في خطر التسليم للحوثيين مثلا، أم هذا أمر مستبعد؟ هو بكل تأكيد هو القوات الموجودة في وادي حضرموت هي تعتبر قوات حوثية، هي أيضا قيادات القيادات من أبو عوقة والقيادات العسكرية الأخرى التابعة له هي قيادات زيدية. بالتالي وخلال الأسابيع الماضية قيادات أو ضباط أو بعض الوحدات العسكرية من هذه القوات رددت الصرخة الحوثية في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت وفي سيئون وفي حاضرة الوادي، وهذا شيء معروف وظهر للإعلام بشكل كبير جدا. يعني هذه القوات لديها اليوم قد تتحالف أو قد تعلن الولاء بشكل صريح وواضح، وتحدثنا خلال السنوات الماضية بأن هذه القوات هي قوات تشكل خطر على حضرموت على المهرة خاصة، وأنه هناك أيضا تقارير من الأمم الفريق خبراء الأمم المتحدة أكد على أنه تسليم الأسلحة للحوثيين ووصول الأسلحة للحوثيين يأتي عن طريق قوات ومناطق وقوات عسكرية تابعة للحكومة الشرعية، وتحدث بشكل صريح عن هذه القوات التي ترابط في وادي حضرموت أو تلك التي أو بعض من هذه القوات أيضا ترابط في المهرة وهي من تهرب الحوثيين. بالتالي الخطر اليوم خطر حقيقي، يعني احنا قد نشاهد بكرة أو بعد بكرة أنه في معركة ستقام في محافظة حضرموت وسيدعمها الحوثيون بشكل واضح وعلني، خاصة أن هذه القوات قوات لم تم تحييدها من عاصفة الحزب. يفترض أن هذه القوات كانت يتم استهدافها باعتبارها أنها قوات ستشكل خطر على في المستقبل على حضرموت على الجنوب بشكل عام على أيضا المهرة، خاصة أنه اليوم في قرارات أمومية في بحظر توريد الأسلحة أيضا هناك في اتفاق الرياض أقر هذا الاتفاق على سحب هذه القوات والدفع بها لقتال الحوثي لمواجهة الحوثي، لكن هذه القوات ترفض بشكل واضح وصريح، وأيضا في تصريحات صادرة عن الحكومة عن رئيس البرلمان أكد فيها بأن هذه القوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تذهب لمواجهة الحوثيين. بالتالي هي قوات حوثية قوات إخوانية، فبكل الأحوال هي ستشكل خطر على حضرموت، والمستهدف والمتضرر في النهاية هم أبناء حضرموت بشكل رئيس، لأنهم من يتم استهدافهم من يتم قتلهم في الوادي هم من أبناء حضرموت، يعني مدنيين وعسكريين، وكما أسلفت لك من سابق أنه في بعض من أبناء وادي حضرموت لا يستطيعون الذهاب إلى منازلهم في الوادي خشية أن يتم استهدافهم، خاصة وأنه خاصة بعد تحرير الساحل من قبل
قوات النخبه وطرد تنظيم القاعده، ذهبت الكثير من قيادات القاعده الى هذا الى هذه المناطق في حمايه القوات العسكريه. وهذا شيء معروف، يعني احنا لن نتحدث الان، لا نكشف اسرارا، هي اشياء موجوده وموثقه بانه بعد تحرير ساحل حضرموت ذهبت قيادات القاعده سواء الى مارب او الى وادي حضرموت، وهي من تستهدف اليوم. احنا خلال نقدر نقول انه خلال 8 سنوات لم يتم استهداف اي ضابط من ضباط المنطقه العسكريه الاولى التي يقودها ابو عوجه. هذه المنطقه الضباط لم يتم استهدافهم، كل من يتم استهدافهم هم ابناء حضرموت. بالتالي الخطر سواء هذه القوات كانت حوثيه او اخوانيه، فالمتضرر او المستهدف الرئيس منها من قبل هذه القوات سيكون ابناء حضرموت. يعني اذا تتوقع مع كل هذه التطورات المزيد من الفوضى والمزيد ربما من حاله الانفلات الامني في وادي حضرموت، خصوصا في الفترة الأخيرة ونحن نتحدث عن حالات اغتيال تقريبا بشكل شبه يومي، هل ترى المزيد من الانفلات الأمني في الفترة المقبلة؟ هو بكل تأكيد هو من سيتم الدفع بهم أو من سيتم تجنيدهم أو من سيتم قلبهم إلى وادي حضرموت سيكونوا من مدنيين لا علاقة لهم بالسلك العسكري، سيتم تجنيدهم وربما سيتم تسليحهم في أسرع وقت ممكن، لأنه ما يحصل في وادي حضرموت هو يعني، وهذا طبعا الكلام ليس كلامي، وهناك مصادر في وزارة الداخلية في سيئون أكدت بأنه ما يتم تجنيده في وادي حضرموت هو تم تجنيده وتحشيده للمواجهة، للاستعداد للمواجهة. أنا أعتقد أنه هذه القوات ترى بأنه المعركة الحقيقية هي لها في حضرموت خاصة، وأنه الهبة الشعبية كما يعرف الجميع أعلنت بشكل صريح واضح بأنه هذه القوات يجب أن تترك حضرموت وتذهب للدفاع عن مارب، للدفاع عن لتحرير صنعاء، للذهاب إلى المناطق الشمالية وليست البقاء في يعني على ذكر الهبة الشعبية، هل ترى بأن تحركات وزير الداخلية الآن قد تقرأ بمحاولة ربما لإيجاد انقسام حضرمي بهدف دعنا نقول القضاء على هذه الهبة الشعبية؟ هو الهبة الشعبية أعلنت بشكل واضح أنها في طريقها لتشكيل قوات أمنية لحفظ الأمن والاستقرار، أيضا للدفاع عن أبناء حضرموت الذين يقتلون بشكل يومي في الوادي. ولكن قائد الهبة الشعبية الشيخ الجابري أكد بأنه سيتم تجنيد 3000 جندي لتأمين حضرموت، ستكون هذه القوات قوات على غرار القوات قوات النخبة الحضرمية. لكن أنه كانت هناك ضغوط من المحافظة أيضا من السلطة المحلية، وأيضا حصل هناك نوع من أو خشية حصول انشقاق كما أراد له البعض، فتم تأجيل التجنيد. لكن أنه تفاجأنا بأنه يتم الإعلان عن تجنيد 3000 مقاتل و 3000 مسلح سيكون هؤلاء لمواجهة أبناء حضرموت وليس للدفاع عن أبناء حضرموت، لأنه من يتم التجنيد أو مشرفون على التجنيد هم أيضا قيادات عسكرية إخوانية ليسوا من أبناء حضرموت وليسوا من أبناء الجنوب، هم أحدهم جاء من تعز والآخر جاء من مارب، وهم لا علاقة لهم بحضرموت ولا ينتمون إلى حضرموت، وسيشرفون على تجنيد هذه القوات. طيب، وهي قوات عسكرية يعني نعم. الفكرة واضحة، لكن دعني أشرك معنا من المكلم محمد بمزعب المحلل السياسي، هو ينضم إلينا الآن. سيد محمد بمزعب مساء الخير، نحن نتحدث هنا عن تحركات وزير الداخلية مؤخرا في وادي حضرموت والهدف من هذه التحركات والمخطط الذي يحاك ضد أبناء محافظة حضرموت. الآن الهبة الشعبية أو الهبة الحضرمية رفضت هذه التحركات و دعت إلى إيقاف هذه التحركات التي يقوم بها وزير الداخلية، بالتالي ما هي خيارات القيادة الهبة الشعبية لوقف هذه التحركات مواجهة وزير الداخلية؟ هل أصلا تملك خيارات تمكنها من الحفاظ على أرواح أبناء حضرموت؟ تحية لك وللسادة المشاهدين أينما كانوا. طبعا مهمة وزير الخارجية المطرود من عدن
الداخلية. حيدان، نعلم جميعا أنه يمشي في مخطط لتفتيت حضرموت ولخلق الفتنة بين أبناء حضرموت، ونعلم جيدا أن ما قام به وزير الخارجية السابق الميسري في محافظة عدن يريد أن يكرره حيدان في محافظة حضرموت وما أشبه الليلة بالبارحة. ولكن بالنسبة للخيارات المتاحة أمام الهبة الشعبية أو أبناء حضرموت جميعا، الهبة الحضرمية الثانية، أبناء حضرموت خياراتهم مفتوحة، ولكن هم يحاولون بقدر المستطاع أن يلملم أوراق حيدان ويرحل من حضرموت ويعود إلى العاصمة الجنوبية عدن بموجب اتفاق الرياض لكي يعمل من هناك. ولكن وجود حيدان في سيئون حاضرة حضرموت هو يثير كثير من الإشكاليات في حضرموت. هناك وقفة احتجاجية يوم غدا سوف تكون في سيئون لأبناء حضرموت وأبناء سيئون والمديرات المجاورة لها، سيطالبون برحيل المنطقة الإرهابية الأولى من وادي حضرموت، ويطالبون أيضا برحيل المطرود حيدان من وادي حضرموت لكي يعود نوعا ما لحضرموت أمنها واستقرارها. نعلم كلما أتى وزير الخارجية وزير الداخلية اليمني إلى وادي حضرموت وسيئون تحديدا تبدأ هناك عمليات الاغتيال، وقد حصلت يوم أمس عملية اغتيال لأحد جنود النخبة الحضرمية عندما كان ذاهبا لزيارة أهله في سيئون، تم اغتياله وذهب القاتل إلى حيث يذهب القتلة دائما إلى المنطقة الإرهابية الأولى لحمايته، ولم يسلم لحد هذه اللحظة. هنا كان خطاب الأخ الشيخ حسن الجابري يوم السبت الماضي في منطقة الردود، كان خطابه واضح وكان تصريحه واضح على حيدان أن يرحل قبل أن يرحل من سيئون. طيب، أمام كل هذه التطورات الآن سيد محمد بامزعب، هذه التحركات، هذا الرفض الشعبي لوزير الداخلية المخطط الذي يحاك نزيف الدم الحضرمي، الكثير يتساءل يعني أين هو المحافظ من ذلك؟ ما هو دوره؟ ما هو دور السلطة المحلية أيضا لإيقاف ذلك؟ أنا من وجهة نظري أن بالنسبة للأخ محافظ حضرموت أنه لا يسيطر على الوادي إطلاقا، هناك المندوب السامي، ونعلم من هو المندوب السامي المتواجد في سيئون، هو من يدير شؤون الوادي. أما بالنسبة لمحافظ حضرموت لا، يعني حتى بعض القرارات البسيطة كتعيين بعض الوكلاء أو بعض مدراء العموم يتم الرفض، كما تم الرفض مؤخرا عندما أقر محافظ حضرموت بتغيير مدير مكتب شركة النفط، تم رفضه. فمحافظ حضرموت لا, لا, لا حول له هو لا قوة ولا يستطيع تنفيذ أي قرار في وادي حضرموت، يبدو هكذا يبدو المشهد كما هو معترف لدى الجميع. محافظ حضرموت يحاول أن يمسك العصا من النص، ولكنه مع الأسف الشديد أنه على ما يبدو أنه متمسك بالكرسي وليس بالعصا من النص. محافظ حضرموت له سيطرة على ساحل حضرموت وبعض المناطق في الهضبة، أما بالنسبة لوادي حضرموت أعتقد أنه بنسبة 90% لا يوجد لمحافظ حضرموت كلمة له على وادي حضرموت إطلاقا. طيب سيد صالح أبو عودل، يعني البعض يقول بأن وزير الداخلية يحاول دائما إظهار محافظة عدن بأنها محافظة غير آمنة وبأنه لا يمكن للحكومة العمل من داخل هذه المحافظة، هل أنت تتفق مع هذه الرؤية؟ لا لا، ليس صحيحا يعني على الإطلاق. يعني الحكومة بتعمل في عدن والوزراء جميعهم في عدن، ربما خلال الأشهر الماضية ومن غادر عدن هو رئيس الحكومة وبعض الوزراء، لكن الجميع يعمل في عدن، وعدن تعتبر العاصمة والمدينة الوحيدة التي تشهد استقرارا لا يوجد له مثيل في بقية المناطق. يعني إذا ما تحدثنا عن المنطقة التي ذهب إليها الوزير الداخلية حيدان، وادي حضرموت، ووادي حضرموت فيها عنف، فيها تنظيم القاعدة، فيها أعمال عنف وترتكب بشكل يومي. المسألة أنه عدن ليست آمنة مسألة سخيفة، وإذا كانت عدن ليست آمنة لأبقى على وزارة الداخلية بتشكيلها منذ عهد الميسري الوزير الذي سبقه. يعني الحيدان ما عمله خلال منذ تعيينه هو تم في هيكلة وزارة الداخلية وإبعاد الضباط والمسؤولين الذين ساهموا في تأسيس الوزارة، وأنا أتحدث هنا عن وزير أو عن ضابط ومسؤول كبير في الداخلية والدكتور رياض الفقير، هذا الذي تم إبعاده من قبل وزير الداخلية حيدان، وتم إبعاد كثير من الكوادر وزارة الداخلية في التدريب في التأهيل. يعني
الوزير لم يذهب إلى حضرموت، لم يذهب إلى الوادي لكي يبحث عن الأمن والاستقرار، هو ذهب لتنفيذ الأجندة التي من تم الدفع به إلى حقيبة وزارة الداخلية. وعلى فكرة هو وزير الداخلية هو رجل ضعيف لا يمتلك قرار وسريع الزعل، بالدليل أنه احتج على بعض التصرفات من التنظيم فذهب إلى عدن ثم عاد باتصال هاتفي أتاه من الخارج فعاد إلى وادي حضرموت. يعني ما يقوم به هو أيضا يمثل أيضا انتكاسه في حكومة المناصبة التي يفترض أنها تعمل من عدن، يفترض أن رئيس الحكومة معين عبد الملك يفترض أن يكون له سلطة على ما يقوم به الوزير، لأن ما يقوم به الوزير لا يتفق أيضا مع اتفاق الرياض، وأيضا هو مخالف وهو يعني أصبح موظفا مع تنظيم سياسي متواجد في الخارج، متواجد في دول إقليمية أيضا لها مواقف معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وبالتالي المسألة هي تقع على رئيس الحكومة معين عبد الملك الذي يفترض أن يكون له موقف من هذا الوزير. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت. صالح أبو عودل رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لضيفنا من المكلا محمد بامزعب المحلل السياسي. مشاهدينا سنتوقف مع فاصل قصير، نعود من بعد لمناقشة قرار مجلس الأمن اليوم بحظر الأسلحة على ميليشيات الحوثي، ابقوا معنا.